إذن اليوم درس جديد، وأيضا منصة رائعة من المنصات التي يمكن تعتمد عليها في مجال التداول. منصة اليوم هي جراند كابيتال. طبعا هذه المنصة الكبيرة للغاية، وكذلك منصة معروفة وتصنف من أفضل أيضا المنصات في الوقت الراهن من خلال عملية التداول. أول شيء سوف نتعرف هذه المنصة، أيضا تاريخها، كذلك يعني تعريف شامل في هذه المنصة، وكذلك سيكون لدينا درسين تقريبا من خلال هذه المنصة الرائعة. أول شيء سنشاهد هي اللغة الخاصة بهذا. بطبيعة الحال هناك لغة متنوعة من خلال الشركة، هناك أو هذه المنصة بطبيعة الحال، كذلك هناك يعني أيضا هناك العربي، يمكن أن يعني أن تشاهد بالفعل يعني المنصة على الشكل العربي، كذلك يمكن تطالع المنصة بطريقة بسيطة من خلال يعني واجهتها العربية، وكذلك ستشاهد العديد من المميزات الخاصة بها، وكذلك مجموعة من الأشياء التي ستعرف في الدروس القادمة من خلال هذه المنصة، منصة يعني كابيتال. أول شيء سنشاهد يعني الملف الخاص بها هنا. ايضا هناك بطبيعة الحال المنصه مدرجه منذ عام 2006 تقريبا، يعني مده سنوات طويله هي تعمل بطبيعة الحال في مجال التداول بطبيعة الحال بشكل عام. كذلك هناك منصه تداول، كذلك بالنسبه لتداول الادوات الماليه هي لديها رافعه من واحد يعني تقريبا الى 1000، ويمكنك بدء التداول من خلال ايضا 10 دولار، ولديها اكثر من يعني 5 أداة متوفرة من خلال يعني عمليه التداول. بطبيعة الحال هناك دعم بطبيعة الحال جيد، بالإضافة لذلك هناك نظام بونص رائع 100% من خلال الإيداع، كذلك أيضا السبريد الأدنى. بذلك هناك أيضا العقود المقابل الفروقات، هناك سي اف دي اس، وأيضا أسهم الأزواج إلى غير ذلك من خلال عمليه التداول. وكذلك يعني بالنسبة للحسابات، هناك حسابات متنوعة من خلال هذه المنصة، هناك الميكرو كذلك مناسب للمبتدئين ومتخذي ربطة التداول. بالإضافة لذلك هناك سواب فري، كذلك مثال للمتداول المسلمين، حيث يجوزون لتحويل صفقات إلى اليوم التالي. ايضا هناك يعني كيف كبديل للتداول النشيط، بطبيعة الحال هناك تداول النسخ متوج من خلال يعني المنصه، بالاضافه لذلك هناك محاولة استثمارية متنوعه، كذلك هناك يعني العديد من الاشياء الخاصه بهذه يعني الشركه متوفر داخلها، كذلك داخل هذه يعني الشركه. كذلك خدمه العملاء هنا قد تم الاعتراف بجودتها يعني من قبل المجتمع المهني، يعني وقد حصلنا بالفعل 20 حصل هذه الشركه 20 جائزه من خلال يعني في مجال التريدنج. بطبيعة الحال هناك ايضا صاحب الامن متنوع بطبيعة الحال وايضا متلائم، كذلك متواجد بالشيء الجميل جدا هي بي تو بي تم اضافته من خلال هذه المنصه، وهذا الشيء رائع من خلال هذه المنصه بطبيعة الحال، وهذا الشيء جميل جدا. بالنسبه للحسابات هناك تقريبا العملاء مؤمنه تقريبا اكثر من يعني 20000 يورو مع لجنه يعني فينيكام بطبيعة الحال، وكذلك هناك برنامج تسويق العمله هذا المتوج عبر هذه المنصه بطريقه بسيطه للغايه، وايضا هناك يعني هناك احصائيات متنوعه خاصه ب يعني شراكه اهم من خلال 50% من خلال الفتشير الى غير ذلك من خلال هذه المنصه، وكذلك يعني منصه جيدة يمكن ان تعتمد عليها من خلال عمليه التداول، ويعني منصه معترف بها من خلال يعني بانها مصنفه ضمن احسن منصات التداول في الوقت يعني الراهن. كذلك هناك الشهاده الخاصه بشركه يعني فينيكام الحال، هذه الشركة خاصة هذه الشهادة خاصة بها يعني، وهنا كل شيء يعني متوفر داخل المنصة. بالنسبة أيضا هناك تطبيق الجوال تداول، هناك الجوجل بلاي، الأب ستور يمكنك التداول من خلال جوجل أيضا بلاي والأب ستور، بالإضافة لذلك هناك منصة التداول، هناك الميتادر الرابعة، الميتادر الخامسة كذلك من خلال يعني جراند تريد. بالإضافة لذلك هناك ضمانات، هناك كذلك هناك مجال اعمال تجاري كما قلت لكم من 15 سنه تقريبا او اكثر من ذلك. بالاضافه هناك يعني في نقطه وسيط من الفئه بطبيعه الحال، كذلك صندوق التعويضات ما يصل الى 20000 دولار امريكي الى غير ذلك من خلال يعني خدمات خاصه يعني بالشركه، كذلك يعني تعتبر من الشركات الجيده في الوقت الراهن من خلال عمليه التداول. بالاضافه لذلك هناك ايضا اشياء اخرى خاصه بالتداول، هناك يعني توجد مثل حساب الحقيقي، حساب تجريبي، منصه التداول، تطبيق الجوال الى غير ذلك، يمكن ان تطلع في المكان، ايضا التحليل الفني يمكن ان تطلع عليه من خلال المنصة، كذلك هناك أخبار خاصة بالتحليل الفني يتم إدراجها بشكل دوري من خلال يعني المنصة، وهذا شيء جميل جدا. هناك التحليل الفني خاصة يعني بالمنصة، هنا يعني في اليوم هناك التحليل الفني الإسرائيلي يمكن تطلع عليه وقراءة يعني أهم الأخبار خاصة يعني بالتحليل الفني من خلال يعني المنصة. كما تشاهدون يعطيك هناك كل شيء لكي تقوم بالعمل من خلاله، وأنت مالك سوى أن تقوم بالتداول من خلال المنصة، وهم يعطونك كل شيء خاصة يعني بالتداول، خاص بالتداول. كذلك مكافأة العروض الخاصة يمكن تطلع على
من خلال المنصة طبيعة الحال هنا ستجد مثلا العطر وجو البونص، ستجد كل شيء خاصة بالمنصة، هناك 4% من خلال البونص مقابل أداء، كذلك هناك شروط العطر وجو هناك بونص 30 دولار بطبيعة. يعني هناك نبذة عن الشركة يمكن أن تطلع في هذا المكان، كذلك برامج الشراكة يمكن أن تطلع في هذا المكان من خلال يعني جراند كابيتال. يعني على العموم فأول شيء سنفتح، يعني يمكنك أيضا فتح حساب بطريقة بسيطة، غير سواء فتح حساب تجريبي أو فتح حساب حقيقي حسب اختيارك الخاص بطريقة بسيطة غير. يمكن أن تطلع على يعني حساب الحقيقي، يمكن أن تقوم بعملية تسجيل بطريقة بسيطة من خلال الموقع، يعني قم بتسجيل الدخول إلى صفحتك المنصة، أو يمكنك أن تقوم يعني بعملية تسجيل بطريقة بسيطة جدا من خلال يعني المنصة والحصول على الحساب يعني بطريقة بسيطة. فقط إذا مثلا إلى عملية التسجيل ثم توجه في هذا المكان، إذا أردت فقط الدخول من خلال يعني جوجل الخاص بك أو مثلا الإيميل الخاص بك بطريقة مباشرة أو من خلال فيسبوك، أو يمكنك التسجيل يعني من هذا المكان يعني بشكل مباشر من خلال الموقع. هنا الاسم الأول ثم لقبك، وأنا أنصحك أن تضع كل شيء صحيح، لأن هنا أنت تتعامل مع شركة كبيرة كجراند كابيتال، يعني يجب أن تقوم بوضع يعني اسمك الخاص حقيقي، لأن في عملية التحويل قد تواجه يعني مشكل في سحب الأموال الخاص بك إن لم تكن معلوماتك صحيحة، لأنك هنا ستقوم يعني بإثبات هويتك الخاصة من خلال بطاقة الهوية إلى غير ذلك من خلال الشركة بطبيعة الحال، حتى تستطيع أن تقوم بسحب المركبة بشكل آمن وبشكل يعني يعني متناسق مع الشركة. إذا هنا الحساب الخاص بك، يمكن تطلع هنا الحسابات الخاصة بك بهذا الشكل. لما تقوم أنت بالتسجيل يمكنك الدخول في هذا المكان، يعني لديك هناك متوازي على النحو الأمثل، هناك الحساب التداول، كذلك حساب جيبي يمكن تستفاد هذا المكان. يمكن أن نقوم يعني بعمل حساب التداول من خلال متوازي على نحو هناك ريستار، كذلك هنا يعني كل شيء متعلق إدارة مثلا رفع المال الخاص به، كل شيء متعلق به، أو فقط تريد مثلا حساب إسلامي يمكن تطلع في هذا المكان بتفضلك، هناك حساب ميكرو وكذلك حساب الكريبتو، إذا فقط تريد تداول من خلال يعني الكريبتو يمكنك أن تطلع في هذا المكان. نحن سنختار مثلا أحد الحسابات خاص مثلا بري مثلا ستاند، يعني ستاندر، يمكن أيضا تختار يعني كريبتو على حسب اختيارك الخاص، وفتح هنا حساب بطريقة سهلة غاية هنا. هنا تختار مثلا هنا عمل الـ SD وافق، ثم بعد ذلك نعمل الإنشاء، بعد ذلك مباشرة يتم يعني انتقالك يعني إلى حسابك الخاص بطريقة بسيطة غير من خلال الحساب كما تشاهد هنا. هنا افتح مثلا ويب ميتاتراد أو مثلا تعمل الحساب بطريقة بسيطة، هنا الكود يجب أن تنسق هذه الأشياء، يجب أن تقوم بتخزينها نسخ خسارة في هذا المكان، ثم كوبي، ثم افتح مثلا حساب الميتاتراد من الداخل من خلال يعني الحساب الخاص بك بطريقة بسيطة غير كما تشاهد هنا. يتم الآن يعني بفتح حساب خاص مثلا بالجراند كابيتال في هذا المكان، ويعني بطريقه بسيطه يمكنك ان تقوم يعني بعمليه هنا تسجيل الدخول الى ويب تريدر كما تشاهد هنا، نطرح تتم يعني عمليه الدخول الى حسابنا الخاص بطريقه بسيطه غير من خلال يعني منصه يعني جراند كابيتال، يعني منصه الان منصه جيده بطبيعه الحال، وتعتبر يعني من المنصات الرائعه والمنصات يعني الجيده التي يمكن تعتمد من خلال عمليه التداول، وكذلك يمكن ان يعني ان تعتمد عليها بشكل كبير في التداول. كما تشاهد هنا لدينا الان ميتاتراد يعني على هذه الشكل، الان يمكن ان تقوم بالتداول من خلال حسابك الخاص بطريقه بسيطه للغايه وبطريقه سهله للغايه من خلال يعني السوق خاص مثلا الاورو USD او اختيار مثلا أما يعني الحسابات الأخرى خاصة يعني بالمنصة بطريقة بسيطة، يمكنك أن تشاهد كل شيء خاصة بالحسابات بطريقة بسيطة. هنا كما تشاهد هنا لدينا مثلا هنا الأورو USD، كذلك لدينا يعني الاورو اس دي يعني الاورو مقارنه بالاس دي، يمكن ان تشاهد مثلا هنا عمليه التداول الخاص به وتختار عمليه التداول بطريقه بسيطه غايه، ويمكنك ان تختار تشاهد كل شيء الخاص هنا برصيد السوق، ويمكنك ان تطلع رصيد السوق الذي يمكن ان تشاهده في المكان، ويمكنك ان تقوم يعني بعمليه التداول بطريقه بسيطه من خلال هذا المكان. كذلك بنقرة واحده يمكن ان تطلع عليه من خلال يعني السوق بطريقه بسيطه، يمكن تشاهد هنا لدينا يعني كل شيء متعلق بالسوق، كذلك عمليه التداول بطريقه بسيطه للغايه من خلال هذا الموقع، كذلك يمكنك تنفيذ الحجم اللوت، كذلك كل شيء السير او مثلا السير من يعني اين صغر السير الى غير ذلك، يمكنك تطلع عليه في هذا المكان من خلال عمليه التداول، هناك عمليه التداول من خلال الدقيقه الى غير ذلك، ايضا يمكن ان تشاهدها في هذا المكان. هنا عمليه الشموع، يمكن تختار الشموع التي تناسبك من خلال يعني عمليه التداول، بالاضافه ذلك هناك كل شيء خاص مثلا بالخطوط اللي عندك يمكن تختار في هذا المكان، وايضا يمكن تعتمد على يعني التحليل الفني الخاص او مثلا الاعتماد على التحليل الفني الخاص بالمنصه بطريقه سهله للغايه، يعني منصه متوازنه، وهنا كل شيء خاص مثلا بالانديكاتور يمكن تعتمد عليها في هذا المكان، يمكن تشاهد مثلا الانديكاتور الذي مثلا هنا الام اس دي معروف هذا يعني الانديكاتور، يمكن تعتمد عليه في التحليل الفني الخاص بك في في السوق، او يمكنك ان تشاهد لدينا يعني عميد نزول من خلال هذا السوق، اكيد سيكون لدينا كما تشاهدون لدينا
هنا نقطة جيدة لعملية النزول. يمكن أيضا نختار في هذه النقطة ويمكن الربح. أنا فقط أعطيكم يعني الشكل العام. أنا فقط في الدرس لن أشرح كل شيء الخاص مثلا بعملية التداول أو غير ذلك، فقط أعطيتكم يعني الشكل العام لجراند بيتا الخاص بك يعني بطريقة بسيطة للغاية. ويمكنك أيضا أن تقوم بعملية الدخول أيضا من خلال لم يكن لديك رصيد، يجب أن تقوم بعملية رشاية الصفحة الرئيسية لكي تقوم بعملية الإيداع من خلال حسابك الخاص. بالنسبه للايداعات الذي سنتحدث عنها، هناك الايداعات من خلال البرفكت موني يعني الاس دي تي الى غير ذلك من خلال يعني عمليه الايداع. بالنسبه للسحوبات يعني السحب بشكل بسيط جدا، يمكنك ايضا السحب بالطريقه التي تريدها انت يعني من خلال يعني المواقع، سواء من خلال اثريوم بيتكوين كذلك برفكت موني يعني او سي خاص بالاس دي تي كذلك تي اس 20 كذلك يعني بيوريدوم. كذلك هناك التحويل الداخلي، يمكن ايضا ان تعمل التحويل الداخلي من خلال هنا الحساب الخاص بك المستلم الى غير ذلك. يمكن ان تقوم بارسال المال الى حساب اخر. قبل هذا كل شيء خاص ايضا هناك الاستثمارات، يمكن ان تشاهد الاسم الخاص بك، برامج الشركه ايضا هنا يمكنك فتح برامج الشركه او الافلييت خاص بك. ايضا هناك يعني هنا قلت لكم يعني الوثائق يجب ان تقوم بهذا مثلا يعني اسمك بشكل صحيح وكل شيء بشكل صحيح، لان هنا يجب ان تقوم برفع الوثائق الخاص بك لكي تثبت انك بالفعل لست روبوت او لست يعني غير شخص يعني حقيقي من خلال عمليه التداول. تقريبا هذا كل شيء خاص مثلا بمنصه كارنت كابيتال. يعني قمنا بتعريف الشيء من خلال هذه المنصه، طريقه الايداع، طريقه السحب، كذلك تعريف يعني يعني دقيق خاص بهذه المنصه. كذلك يمكنك التداول من خلال ميتا تراد 5 او من خلال يعني ميتا تراد 4، كذلك من خلال يعني جراند تريد من خلال هذا الموقع. تقريبا هذا كل شيء خاص مثلا جراند كابيتال. اضربكم معي في الشحن القادم. اعرفكم الله.